الفلاح اللي كاين داخل دابا كتعجن العجينه من داخل كتخرجها لهنايا كيقرصها كيعطيها للمعلمين كيقرصوها كيقطعوها وكيلوحوها في المقله من المقله كتمشي للعسل من العسل عاوتاني كتصفى من العسل كيعمروها في الطباسطو في الكازيتو وهو كل النهار هو دابا كل على حسب ياك النهار اللي كطيب 200 كيلو ولكن كتحطها صافي تعمرها كاين شي واحد كيجي كيقول لك ودوز لي قد وقد ديال الحلوه كتوجدها لي كامل بحال دابا هذا هو السيد حاطين يعني بحال ميلود ميك سيفكم كتوجد لي الحلوه ديالو كيقول لك وجد لي قد وقد كتعمرها لي صافي حتى وقتنا جا ليها يومين ثلاث ايام كيجي ليها حسب مره كم مره كاين شويه مره ولا النهار كيفاش كيجي كان عليه كيكون شويه كان عليه كيكون والو قلنا داك الشيء كل النهار وعلى حسب حسب الكنيه بالنسبه للناس كيخدمين مع شحال تقريبا تنتخدمين في المحل هذا هو تقريبا انا شغنقول لك دابا كتكون تقريبا 14 واحد 15 على حسب الخدمه الا كانت شويه الخدمه شويه لا كوموند كتمشي حتى 18 واحد 17 حسب العيله دابا كيكون المسمن كيكون داك الشيء كيكون تمشي حتى 19 واحد 18 كلهم من مدينه وحده ولا؟ كلهم من مدينه وحده لا كاين اللي كيجي من برا من الباديه مثلا من مراكش كاين اللي كيجي ولا من الناس فيك الخدمه ديالي الجرار هاد الجرار صافي وكنصاوب الحلوه كنشكون كل واحد هو اختصاص ديالو هنا ماشي كاين اللي كيعجن بوحدو كاين اللي العجان كيعجن خاص العجينه بوحدو مول المقلاة والثاني اللي كيطيب بوحدو داك اللي كيستف بوحدو الجراره هنا بوحدو المعلمين هما اللي كاينين هنا نورمال المهم الناس بداو كيصاوبوها في الدار بزاف ما بقاش الحلوه كما كانت دابا الاكثريه كيصاوبوها في الدار المهم شويه وصافي داك الشيء تيكون الاقبال عليها كثير شويه بزايد خصوصا في شهر رمضان وتيكون تيكون زبناء من جميع انحاء المدن خصوصا كازا رباط جميع المدن وبالنسبه هنايا في سوق الحج تكون اثمنه مناسبه في جميع الحلويات